وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بالنسبة للتوكال فخويا أمين كيقسم القسمين، كاين التوكال اللي كيديرو الإنس هذا كيعتبر بحال السم، كديرو المرأة مثلا راجلها على أساس بس زعما القبول، على أساس اللي قالتها كيما كيقول واحد المثال باخا، كتمشي عند الساحر. يعني الفرق بين الساحر والمشعوذ، كتمشي عند الساحر كيعطيها واحد المادة باش ديرلو في الماكلة مثلا، إلا كلاها كيولي أي حاجة قالتها ليه ممكن كيولي في يديها بهذا المفهوم هذا. وعاد كاين السحر الثاني اللي ما كيعرفوش الكثير من الناس، هو سحر الجن في المنام. على إنسان ينعس يحلم راسو أنه كياكل في الليل، يفيق في الصباح كيلقى ديك الرائحة، ديك الحاجة اللي كلاها باقا في الفم ديالو، هذا هو سحر الجن في المنام. عشان باش الإنسان غادي يسحر لك إلا حصلتيه غادي يرى فيها عامية ديال السجن، راه سم داك وكلتيه الإنسان. أما باش يصيفط لك جني، ما شكون غادي اللي شكون غادي يحكموا على هذه القضيه هذه؟ اذا اكثر ديال الصحراء كيتاجئوا لتسخير الجن في المنام باش يوكلك وتاكل وانت ناعس. اكثر ديال الناس اللي لقاهم مسحورين لقاهم عندهم سحر، سحر الجن، وماشي سحر اللي بحال اللي كيعرفوا الناس انك غدير تدخل واحد الماده للجسد ديالك. شحال ديال الناس جاو عندنا كلات بحال واحد ربما راه حطيتها في اليوتيوب عندي في الباج، حلمت راسك تاكل زغب، فقط الصباح جات عندنا ثلاث صفراغ خرجت زغب. اكثر من هذا كاين قصه اللي هي معروفه ديال الزيزوار، حمد راسها انها سرقت الزيزوار، جات عندنا لقيت الزيزوار كاينه في كرشها، كيفاش دخلت هذا الزيزوار الله اعلم، يعني عالم روحاني. السيد حلم انك تدخل ليه برا، حتى هو كاين فيديو ديالو كتدخل ليه في 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 في, في, في الكتف ديالو، خرجنا له منها، يعني هادشي مباشره راي العين. يقول الله عز وجل وجاءوا بسحر عظيم. السحر كاين سحر حق، سوني بكل ساحر عليم، السحر علم يدرس. وفرق ما بين السحر والمشعوذ، المشعوذ هو اللي كيمشيو عنده البعض كيكذب عليهم، كيقول لك مثلا بغيت تفرق جوج غنفرقهم ليك، ولكن ما كيفرق ما والو كيكذب عليك، غتجبد السحر انا غنجبدو ليك، ما كيجبد لك لا سحر لا والو. اما السحر فعنده خدام وعندهم مراكز، يعني كل 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 خادم والمركز ديالو، كاين اللي مكلف بالتفريق، كاين اللي مكلف بالقبول، كاين اللي مكلف بالتخاف، كل واحد باش مكلف. بالنسبة للسحر مأكول كمادة في الكرش هذا صعيب شوية، أنا قليل اللي غتلقاه أنه واكل، يعني أكثرية غتلقاه أنه مسحور عن طريق المنام. أما كسحر كمادة دخل كرشك صعيب، عندك واحد المادة كتعطيها لواحد الإنسان غتوكلها له، غاتجيك صعيب باش توصل ليه، إلا إذا كانت القرابة بين دوك الشخصين، مرا وراجلها ولا هذا اللي ممكن. بالنسبة للسحر المأكول متخباش بالله، صدق الانسان انه ما قادرش يوصل لواحد الاسره يوكلها، كيمشي على الساحر كيقول له انا الماده كتخدم لي، كيعطيه الفلوس باش انه غادي يسخر ليه الجن وغادي يوكل داك الشخص. ومن العلامات اللي كتبين على ان الانسان مثلا عنده سحر ماكول هي الاعراض كتشابه، ولكن كاين بعض العلامات اللي كتبين كتاكد هو انسان كيضعف بزاف، كذلك تساقط الشعر، كذلك الانسان كيدخل واحد الوسواس، كيدخل في واحد الدوامه ديال الاكتئاب، لان اي واحد عنده مرض روحي فهو راه عنده مرض نفسي. باش عارف راه ما كاين حاجه، ما كاينش شي حاجه سميتها ما كاينش مرض نفسي، راه ما كايناش، كنمزج بين المرض النفسي والمرض الروحي. اي انسان تسحر راه دخل في اكتئاب، اي انسان تعين راه دخل في اكتئاب، لان دائما المرض الروحي عنده علاقه باش بالمرض النفسي، لان الامر كتقسم ثلاث اقسام، كاين مرض عضوي معروف، وكاين مرض نفسي، وكاين مرض روحاني اللي هو العين او السحر او الحسد او المس او ما شابه ذلك. يعني دائما الاعراض كتشابه فيما بينها، هذا دائما شحال من واحد كيجي عندنا مثلا في التشخيص فاش كنشخصو كنقولش داكشي اللي كاين في عقلو، هو باغي نقول لي راه فيك العين نقول لي فيك العين، لا باغي نقول لي فيك السحر نقول لي فيك السحر، لا حسب المعلومات اللي عندي انا، حسب الاعراض اللي قلتي لي كنشخصك، هذاك التشخيص الصحيح الدقيق. الا ما كانش عندك مثلا مس كاين سكيزوفرين، شحال من واحد مثلا 97% ديال الناس ما عندهمش مس وتشوفو كينطق كيطيح وكينطق. نعطيك مثال، مثلا انسان عنده 18 سنه مثلا فيه مس، هذاك المس اللي فيه يعني كيولي عنده عقلين، هذاك العقل الثاني عنده 100 سنه مثلا، فاش غتكلم معاه كتحس انت كراقي كتكلم مع واحد الجني اللي عنده عقل يوصل 100 سنه، ماشي كتكلم مع شاب عنده 18 سنه. هنا كيبان لك الفرق انك راه كتكلم مع جني ماشي مع سكيزوفرين. اكثر لي فيديو اللي كنشوف في السوشيال ميديا كيبان لي ان الراقي كيتكلم مع وهم
وغادي عايش معاه بانه راه جيني وراه كذا، بالعكس كتزيد تثبت فيه ديك الشخصيه هي سكيزوفرين، كيقول اي حاجه دارها حكا راه جلي فيا هو اللي دار هاد الحاجه هادي، وهذا خطا. ما خصش الانسان او ما خصش الرقي يغلطك في التشخيص، لان اذا علم الداء سهل الدواء. نعطيك واحد المثال، سكانير 700 درهم، ليريم 4000 درهم، كيخرج لك الدواء ديال 4000 ريال، شكون اللي غلا؟ التشخيص. اذا علم الداء سهل الدواء، التشخيص هو اهم شيء في العلاج، ماشي تمشي على الانسان على حسب داك الشيء اللي بغاه هو. العين حق، السحر حق، المس مذكور في القران، يعني ما غاديش ما نقدروا نكذبوه، كاين حقيقه. ولكن دائما الانسان ما عمرو يشبه داك اي حاجه وقعت ليه راها روحيه، ممكن انها تكون نفسيه. دائما ادماج ما بين النفسي وادماج ما هو روحي. النظره ديال الاخ نور الدين رجل طيب صراحه، والمحتوى ديالو زوين، المحتوى ديالو زوين، انه يعني كيحاول يوصل واحد الرساله للشباب. اني في الاونه الاخيره ظهر بواحد، راه جا عندي مسكين، ظهر بواحد ضعاف وظهر عليه اعراض، حتى شك انه عنده سحر ماكول. التشخيص اللي تبين لي انا شخصه انه عنده العين، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، دوك الفيديوهات اللي كان كيدير ديما كيقتبس واحد الشخصيات، ربما ديك الشخصيات اللي كان كيحاول انه يمثلهم شدت فيه شخصيه من شخصيات ودخل في واحد المرض اللي هو اكتئاب. يعني انا نصحت الاخ نور الدين وقلت له ان شاء الله خصك تزور طبيب نفسي، لان ما سهلش انك تدخل في هذه الدوامه هذه وتعالج راسك منها بوحدك، صعيبه شويه. توكل وصلوا لديك الدرجه صح، ولكن انا ما كنشكش ان يكون شي واحد هو اللي وكله، كنظن انه غادي يكون كلاف المنام، لان التدهور ديال الحاله ديالو كيتبين على انه كاين توكل صح. يعني ماشي كيخرج عند الناس باش يبين لهم انه راه مريض. فبزاف الناس سمعتهم كيقولوا هذه الهضره ديال لي كومونتير، كيقولوا التعليق في التعليقات كيقولوا هادشي، هادشي ما منوش. يعني حقيقه انه السيد مريض مسكين بصح، وعنده توكل مسحور من طرف اشخاص والله ولو اعلم، ربما شافوه بدا كيشهر، شافوه كيوصل رسائل زوينه للشباب، شافوه تحب عند بزاف ديال الناس وحاولوا انهم يهبطوا من الكاريزما ديالو. ونتمنى من الله ان اي واحد كيدير شي محتوى زوين الله يسهل عليه. ها واحد راسه من العين، فرع من العين، كاين الحسد المذموم وكاين الحسد المحمود. هو الحسد المذموم، وانا كتشوف واحد الحاجه عند واحد الانسان وتقول بحال المثل اللي هو معروف، ربي كيعطي فول اللي ما عنده دروس، هذا مثل شركي، شركي بالله. بحال ديك الحاجه بغيتي تنزع من داك الشخص وتولي عندك انت. وكاين الحسد اللي هو محمود، انك واحد الحاجه شفتي عند واحد الانسان تقول الله يبارك ليه وما كرهتش بحالها، في كاين مشكل مباح انك تبغي هذه الحاجه. ما كاينش شي واحد غادي يوصل، لا كتشوف هذا الزمن هذا كيفاش داير، اي واحد كيوصل لواحد المكانه الا وعندو حسد، فاكيد غادي يتصاب بالعين او غادي يتصاب، غتولي الحاجه اللي كيبغي هو يديرها ما يبقاش قادر يديرها. كان كيصور لي فيديو ما بقاش يقدر يصور لي فيديو، كان كي حاجه كتعجبو كياكلها ما بقاش يقدر ياكلها، غير واحد البلاصه كيمشي ليها ما بقاش يقدر يمشي ليها. اي حاجه كان فيه ميزه ما غتبقاش، المميزات كلهم ما كيبقاوش، كيولي الكسل، كيولي الخمول، كيولي العزل، كيولي النفور. ملي كيدخل الانسان فواحد المرحله ديال الاكتئاب. بزاف ديال الناس كيتواصلوا معايا في وسط مشهورين، ما كيبينوش الناس انهم راهم مصابين بالعين، وهم مصابين بالعين. يعني كيبين لك في الفيديو انه راه عايش مرتاح، ولكن في الواقع ما عايش مرتاح، ما نشوفوش الصوره اللي كتبنا في السوشيال ميديا، هذيك صوره وهميه. دائما الانسان اي واحد كيبغي يتصور، خذ لي هذا المثال هذا في عقلك، اي واحد كيبغي يتصور لحظه كتلقى تصور ضاحك، شي واحد يكون كيبكي ولا غنتصوره غيضحك في ديك اللحظه. اذا فاش كنشوفوا الصوره يمشي الانسان كيشوف راسو خلاص وراه ضاحك في ديك اللحظه، مع انه في ديك اللحظه كان حزين وضحك، ربما يكون عنده موت في الدار وتقول لي غنتصور واحد الصوره ويبتسم، ما يبغيش يتصور هو حزين. اذا ما نشوفوش الصوره اللي كتكون في السوشيال ميديا او نشوفوا لي فيديو كان في السوشيال ميديا، الانسان راه سعيد، صافي راه سعيد، صافي هذاك راه عايش الحياه ديالو كما كنشوفوا حنا في ذاك الفيديو. خطا، ربما الحياه اللي كيعيش تكون تعيسه، وفي كيصور الفيديو كيصور انه راه فرحان. هكا كنفسرها انا. عمار البيوت، كاين عمار البيوت، كاين الفلوس كتسرق، كاين المنازل كتحرق، عمار البيوت من الجن، الجن كيدير هاد الاعمال هادي. يعني كثير الحالات، يعني العديد من الحالات جاو عندي عندهم هاد المشاكل ديال سرقة المال وسرقة الحوايج، كيسرقوا من الدار، كيتحرقوا الحوايج، يعني هاد الامور كتوقع. يعني الجن راه عايش معاك، راه غير في المضجع بسم الله، دخول الخلاء بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من خطور الخبائث. يعني الشيطان كيشاركك في اي حاجه في الحياه كديرها، لا في مالك ولا في الزوجه ديالك ولا في الخدمه ديالك، اي حاجه كديرها الا وكيحاول الشيطان يشارك معه، يشارك داك القسط من او جزء من الحياه ديالك معاه، الا لك كنتي كتذكر اسم الله عز وجل على الحاجه اللي كدير، فهو ما غاديش يشارك فيها. الاخيره هي ان الانسان يحذي راسه
والثقه ما تكونش، لان الثقه صعيبه في هذا الوقت شويه، الثقه صعيبه خصوصا الثقه العمياء. والانسان يحاول يحافظ على صلاه الفجر، لان الفجر ما صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. والاذكار، الانسان لابد من الاذكار باش يحمي راسو. الاذكار راه خير الخلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن الانسان فاش كيدير واحد السبب فربي كيحميه سبحانه وتعالى. هذه رسالتي للشباب ورسالتي للمشاهدين اللي كيشاهدونا، انك دائما التحصين ثم التحصين ثم التحصين، وتكون عندك واحد قوه ايمانيه. لان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوه الايمان مع قوه الشخصيه فكتكون منك واحد الانسان مميز. هذا ما كان اخر كلام، ونسال الله عز وجل العافيه من العين ومن شر الخلق. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.